الحلويات دي. أنا بقيت حيوان بعد ما اتأصبت الإصابة دي. بس رب درمة فنرفع. الأكل للغباء ولا؟ سعيد مبارك يا لمبي فندي. أهلا يا نين. أهلا يا علي. ازيك يا علي؟ عساك بخير، شكلك صحتك كويسة. ده أنا زي الفل يا عم علي. أنا ما شفتش أكل وخير بالشكل ده. في رغبة بيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس. إيه ده؟ ده خير؟ وأنت عارف بقى؟ إيه؟ كل كوم بقى والتعبان اللي كان موجود إمبارح في الأكل الكوم. تعبان إيه يا لمبي فندي؟ تعبان إيه؟ تعبان كان لوز، خدته كده كان نازل، بص سنة بلدي نازلة على بقك كده وبتزلط على طول. كلته؟ ده حلو قوي. وأنت عارف كمان استفدت منه بإيه بقى؟ إيه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام. حزام؟ ايوه، جلد طبيعي مش الصناعي. بس انتوا الخير عندكم ما شاء الله، الله اكبر يعني. ايه الحلاوه دي؟ هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا 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 واقف صف تاني ولا ايه؟ ارجوك ارجوك استنى يا عم، ما انا واخد نحو الامال ايه؟ وفيها ايه يعني؟ اهو ايه ده؟ الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده، هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحانات ولا هو عنده طلع بمنحه؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني؟ الجزء لوحده والصدر لوحده ولا ايه؟ اتفصل من شغله يعني، اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتهز الفرصه دي ونقول له. لا نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. نعم اكون ممنون، يعني مدين بالعرفان. عرفان؟ يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي، لانه ممكن يتشل. يا عم لا يا عم، فضل ولا فلك يا عم انت، ايش شد ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله، انك تقعد تسجد له كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. طب تستنى، بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني، هو ابوك ما طعنش في الشلل الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشلل الثلاثي ولا ايه؟ انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبي فندي. انا مش مدرك مغزى كلامك، يعني مش فاهم انت تقصد ايه. نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه. لا طعنوه ده معلش هو الغلطه عندنا، انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه ايه، اكيد انتوا هيطلع اختراعات تانية مثلا يولعوا في الجثه عشان تخف. كل انت كل اللي مبفهم الله يخليك. الله يخليك. بقول لك ايه والنبي يا علوه، يعني انا عايزك تجيب لي فرخه بدل دي عشان دي هتخلص دلوقتي. ماشي. حاضر يا لمبي فندي. بالهنا والشفا بالهنا والشفا. سعيده. فلت. ماشي. اكل مين ده يا ام علي؟ سنبي حارسو اللمبي. طب مش صح برضه يا امي تحطي له رغيف عيش ولا رغيفين؟ فكرتني، ده احنا بيت كرم. وانا كمان خبزه لسه بقى. صحيح تكري شر من حسست عليه. حط لي كاش. طب ماشي يا علي. يا سلام عليك يا امي، يا سلام عليك. عيش طازه. ده انت ربنا هيجازيكي على الكرم ده. ياك يتمر بس. يلا ست الحبايب. اخلص منك بالسم يا لمبي. لا ده معانا ده جعان. جعانه ست ابو علي. يا حبيبتي يا ست ام علي اللي احلى من اي ديسيرت في الدنيا. تسلم ايدك. مد ايدك يا ابني الا الاكل يبرد. يا رب يخليك يا ست ام علي، والله حنيتك عليا دي عارفه بتحسسني بحنيه امي، الله يمسيها بالخير. كل كل يا لمبي، بر نفسك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ادعي لي بس انت كده ان انا الاقي المتاح ولا الباب بقى وانزل بقى السيده زينب بقى والاكل والسهرات والعشه والدنيا. اوعى ده اخر دلع. ربنا يحقق لك مرادك يا لمبي. ربنا يخليك.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج عبد الواحد؟ ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج. مبسوط عندنا؟ حبيبي الحمد لله. نورنا. حاج البق ربنا والله يبقى. العظيم منور الدار. والله ده انت اللي مليان بركة والنبي ايدك يا ابو سعد. استغفر الله. ده انت حبيبي ده انت مأكلني ومشربني يعني اكل ومرعى وقول الصنعة. اكتر من كده. افتكرها يا لمبي. حبيبي. الله يكرمك. ربنا يكرمك. على دماغي من فوق. الله يخليك. ليه كده يا ابني الاكل زي ما هو ليه؟ ما انا هاكل اهو. انت كده بتشيلنا العيبة يا لمبي. ده على لحم بطنه يا دوب فرختين وبطة. اه والله نفسي مسدودة مش عارف ايه. لا لا يا لمبي لا عيب. البطة الناس تقول علينا ايه يا لمبي؟ شوف الظاهر ان شكلك خجلان تاكل لوحدك وعايزني انا افتح لك نفسك. يا راجل قول ان انت عينيك راحت على الاكل بقى. لا لا ده كلام برضه. يلا خد ابدا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد ما تمد ايديك معانا ولا لا إيه؟ انا هحضر لكم العشاء. الله واجب برضه. مع الف سلامه يا معلم. يا سلام. على فكره ما شاء الله مراتك من المعلم دي فيها غنود ها؟ في كتمان كده جواها. اه. بس يعني قصيده من حريم دقه زمان ما يتوجدش دلوقتي يا لمبي. عارفهم انا دول اللي مرميين تحت القطوره دول انا عارفهم. عقبالك يا لمبي. الله يخليك. تعرفت عليا فين بقى؟ انا وام علي؟ اه تعرفت يعني فين؟ كنت بتقابله عند صوبيا توتو. صوبيا ايه؟ صوبيا توتو تزقله كده من عند سلم الكبش وطلعت واي اسانسور في اي عماره من وسط البلد كده. لا اعوذ بالله. لا لا يا لمبي اوعى دماغك تحدف عيد يا ابني. امال ايه؟ لا 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 ده انت شايف ابنك علي ما شاء الله عامل ازاي؟ ده عمال يطلع ده هياخد السقف ويطلع. ربنا يديله الصحة. ايه يا عم ايه ده انت راجل زئ. الحمد لله. ده انت ايه ده يا عم ده؟ الله يخليك يا لمبي. ايوه بخيرك ما لسه. ما تيجي ناكل يا لمبي. دمك انت على الاكل. تعالى تعالى. يلا اتفضل. بسم الله خد السقف. استنى ما تاكلش الفرخه يا ولدي. ليه كده يا علي ابني ليه؟ اذان الفجر خلاص يا والدي. الصيام بدا. فجر ايه واحنا لسه العصر. صح النوم يا والدي. انت بس تلاقي ساعتك مأخره. ساعتي مأخره؟ طيب ساعتي مأخره وفهمناها. ازاي امبارح نكون في شوال والنهارده في رمضان؟ الله مش الارض كرويه تتنطط. الارض كرويه تتنطط حول نفسها 94 ساعه في الساعه. ايه الغط بقى انا ركعتين الفجر. وكل سنه وانتم طيبين يا اولاد. صح والسلامه. كل سنه وانت طيب يا لمبي. صح رمضان كريم يا ولدي. وحوي يا وحوي اليوحه. وكمان وحوي اليوحه. وحوي يا وحوي اياح ما شاء الله ابوك جميل طيب قوي. يعني انت عارف لولا منطرته دي كنت قلت عليه ان هو اهبل. انت مش بتاكل ليه يا لمبي؟ يلا كل الفراخ. لا ابو خلاص بقى الفجر الفجر اذن خلاص ما ينفعش عشان الصيام. لا انت مريض والمريض يحق له الفطور. لا والله. ايوه يعني انت دلوقتي عايزني اكل الفرخه بسم الله اللي موجود فيها السن. ان 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 ايوه. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لي كده؟ انت من الاشرار يا علي. لا من الاشرار يا علي. لا انا من الارياف. انت من الاشرار والتعبان اللي انت حطيتوني في قد جبن وانا نايم بالليل. لا والخنفسة اللي انت حاططها في ودني وانا نايم. لا والسحنية اللي حاططها لي في قلب جيبي. لا والكلب اللي رميتهولي. لا والبيت. لا ام 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 اتعرف يا ابني انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ايوه كده فرن. انا كان كل هدفي ان ابعدك عن انشي. انت ما تعرفش احنا بنحب بعض قد ايه. ومن ساعه ما انت جيت الحب ده ضاع. انا احبها اعشقها أعبدها أدوب في هواها. إيه ده أنت عبيط ياض ولا إيه؟ اللي أحبها وأعشقها وأدوب. أيوه أحبها وأي واحد يقف في طريقي هقتله. مين دي اللي أنا أحبها ياض؟ وبعدين إنشي دي إيه؟ إنشي اللي تيجي جنب الموزز والحتت اللي أنا أعرفها، ده أنا أعرف بطيخ بعدد شعر راسك. يعني أنت ما بتحبش إنشي؟ ياض أحب منها ده 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 يعني عامل يا جثة ولونة برضك. دي صبة. لا مش صبة يا ده انا بشكر فيها ان هي مزة يعني. مزة؟ ام الوظة يعني ما ده توبيخ. ياد مش توبيخ والله انا بقول انها بطة يعني. بطة؟ اه يعني حاجة ياد يعني مؤدبة. بنت مؤدبة حلوة. وبعدين انا لا يمكن ان انا الواقع بيحطم عليا ان انا ما ينفعش ان انا ابص لزوجة اخويا. ده انت اخويا. اصيل قوي. ربنا يبارك. يلا ناكل بقى مع بعض بقى عيش وملح من جديد عشان نبقى ابتدينا ايه؟ ابتدينا صحفه جديده. والله ما انا كاسفك. بسم الله. بسم الله خش على الفرخ. حاسب يا علي دي فيها سم. ان 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 فش.
انا ممنون يا لمبي. انا ملمون انا كمان. الله يخليك. يلا الحق بقى اشوف ابوك احسن، زمان بقول الدنيا العاده بره مش عارف بعد ايه. ايوه صح. يلا اجري. سلام على السلامه حبيبي. خلاص ماشي يا ابني. ايوه يا معلم انا خلاص كتب عليا طول حياتي اني افضل ماشي ماشي. نفسي الفه في محطه كويسه تاخدني وترميني ناحيه الكنز، وبعدها اخد الكنز واطلع على بلد المحبوب مصر. يوه ما انت في مصر يا ابني. لا دي مصر القديمة، أنا عايز مصر الجديدة، زمان الامتحانات خلصت دلوقتي. تيجي بالسلامة يا ابني. الله يخليك يا أم علي. إلا قول لي يا لمبي. أيوه. يعني إيه لمبي؟ والله مش عارف أدعيد والنبي أعرف أدور أخرى، أو ده سؤال ما سألتوش لنفسي أبداً تصدقي؟ أه والله، بس أنا أعتقد إنه اللمبي دي جاية من اللمبي والسوداني. الله يحزك يا ابني، الله يحزك. يا أم علي. بقول لك إيه؟ أيوه يا حبيبتي. خد دي. أزقزها وانت في السكة. لا أنا ميمون قوي يا أمي. الولاد أوفر دي. وقف عندك يا لص يا ونطي. نعم يا عم مشلان. أختي البرنسيس إنجي ضع منها بروش ألماز بخمسين جنيه. خمسين جنيه؟ آه. ومتمطع قوي وبتتكرع على خمسين جنيه. والبرنس عيلق جه والبرنس عيلق راح. الدبل نزل الكاوتش طلع. وخمسين جنيه؟ ده خمسين جنيه دي تمن كارت شحن بتاع أي موبايل. بص أنت أنا ملياش في اللف والدوران والكلام اللي انت بتقوله انا ما بفهموش. ده اللي اعرفه ان البراش بتاع اختي اتسرق وهي ما جاتش غير هنا الفتره اللي فاتت. اوراني قال لي. مين اللي قال لك؟ اوراني. طب اديك بتقول بنفسك اوراني. انت هتنتظر ايه من واحد اسمه اوراني؟ اوراني وافتخر وطول عمري خدام البرنس علاء. اتفضل فتش يا برنس علاء. انا طول عمري عايش في البيت ده بشرف، وعمر اللقمة الحرام ما عرفت لي طريق جرة. انا واقف في فيلم كرتون. الموضوع ما يخصكش يا رئيس عبد الواحد. انما انت دخلت بيتك لصوص وانا متاكد ان الاقي البروش هنا. اسحب الكلام اللي انت بتقوله يا عم الحاج. انا مش نصوص. انا عمر ما كنت نصوص ابدا. النصوص عندكم انتم. مصعب انا من سيد الزلم. والله يا عم الحاج، والله يا حاج انا من سيد الزلم. وراني امرك يا برنس. فتشوا فتشوا. والله لو عملت حاجه هو المفتاح والباب هو بيرميني في اي حته مش مصعب. لقينا البرونش يا برنس. البرونش ده انت يا مفجله ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا لمبي. ايه يا ست انت محرجه؟ طالعه ونازله محرجه بتدعي وخلاص. انا لازم اغسل شرف العيله اللي اتمرمط في التراب. والنبي 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 يا عم مشلان، انا مش من هنا. وهو اصلا انا دخلت من باب والباب هو اللي بيرميني في قلب الحته دي. والله العظيم لا ده جزات اللي فتحت لك بيتي يا عم. انت هتعمل لي فيها شيطان. سيبوني ادي عليه دعوتين اجيب اجله زي ما دعيت على هريسه وهو مخبول مرمي قدام الجامع. هو هريسه العبيط اللي انا قابلته ده فين؟ مرمي قدام الجامع. اوعى يا عم الحاج. يا معلم اوعى.